بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم احنا بصراحة هاي القاعة اللي صورناها وتوقعت بانه زواج وعرس، لا بصراحة سويناها المسحة. هنا احنا بشركة مساهمة خيرية اسمها طموح. هاي الشركة بصراحة تدعم الناس الكهربائيين بالتأسيسات، وأضفنا لها بعد الموافقة أي واحد يريد يفتح ورشة لف ماطورات. هاي الشركة دعمت كل الناس الكهربائيين بمبلغ بداية 30 مليون. فإحنا راح نزكي الناس اللي فعلا محتاجة وتريد تفتح ورشة حتى يساعدوها بمبلغ مالي بسيط، يعني دعم لهم. وهنا موجود الأخ ياسر الكهربائي. هاي طموح ياسر عيني بث مباشر. فهنا أخذنا موافقة الأخ ياسر الكهربائي حتى نساعد أي واحد يفتح ورشة لف ماطورات، تأسيسات كهربائية، يقدر يزودها بعدة كهربائية. حاضرين. وهاي الفلوس قدامكم، الفلوس هاي الأولى 30 مليون. نريد أكثر عدد ممكن من الناس يستفادون. فإحنا ضفنا لهم شغلة لف الماطورات، أي واحد يريد يساهم يفتح ورشة ندعمه بمبلغ مادي بعد ما نتأكد. تحياتنا لكم. يعني شفت المشروع بصراحة مشروع جدا خيري. اللي يريد من عند الشباب يعني التعليم علينا، احنا علمناكم الباقي عليكم. اللي كان عذره مثلا بانه مبلغ مالي ما عنده، جد دعم له. وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله تستثمرون هذا الشيء. تحياتنا للجميع، ان شاء الله التوفيق للكل. ان شاء الله استاذ، هذا الموضوع ذهب. الله والديك. والله متابعين هذا الحضور. تحياتنا للجميع.